السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كفر المروحة علشان نقدر ان احنا نعينها في الشتاء، يعني تبقى محفوظة ويبقى شكلها شيك. هنعملها بايه؟ هنعملها بقماش الشاج اللي هو بيبقى زي الفرو ده. اول حاجة انا بجيب من قماش الشاج ده قطعة مربعة حوالي 60 سنتي في 60 سنتي، وبعد كده ببدأ ان انا بتنيها النص، والنص بتنيه الربع، تمام. وبعد كده بحدد على المسطرة بتاعتي 26 سنتي ونص، وبعد كده زي ما انت شفتوا كده باخدها بوقف المسطرة من البوزة بتاعة المثلث اللي انا عملته ده، وببدأ ان انا احدد 26 سنتي ونص بالدوران. وبعد ما احددها هبدا ان انا اقص علشان القماش ما يتحركش مني. انا بعد ما تنيت القطعه المربعه بالشكل ده حطيت دبابيس علشان ما تتحركش مني ولا حاجه، وبعد كده قصيت اهو، والزياده خلاص انا مش عايزاها. شلت الدبابيس علشان القماش ما يتحركش مني، علشان يبقى المقاس معايا مظبوط. بعد كده عندي قطعة مستطيلة من نفس القماش الشاك ده، وبيبقى عرضه حوالي من 15 سنتي ل 20 سنتي، زي ما انت عايزة بقى، يعني ممكن ده على حسب يعني كبر المروحة. اهو انا جبتها حوالي هي 15 سنتي في الطول، بقى مش مشكلة، المهم احنا عايزين نلف القطعة المستطيلة دي حوالين الدايرة اللي احنا عملناها دي، بحيث ان احنا نعمل كفر يبقى مقفول على المروحة. ناخد اول القطعة المستطيلة كده مع اول الدايرة زي ما شايفين اهي، وابدأ ان انا ادبس. طبعا انا حاطة الوش مع الوش، والظهر هو اللي بره. ابدأ ان انا اثبت، امشي طبعا داير ما يدور، اخد حتة، افضل ماشية حتة حتة كده، حتة من الدايرة مع حتة من القطعة المستطيلة، وهفضل ماشية حتة حتة كده وادبس بالدبوس. وبعد كده هنشوف هنخيطها على المكنة. بعد ما انا خلصتها سرقتها كمان اكتر، بحيث ان هي تبقى معايا ثابتة اكتر، واقدر ان انا اتنيها على المكنة. طبعا ده كده نهاية الحتة المستطيلة معايا مفتوحة. طبعا الجزء ده لازم بعد كده خلاص هقفله، هقفل بقى الحتة دي، هقفلها. لو معاكي زيادة في القماش ممكن تقصيه، وبعد كده همشي بالخياطة على كل الأجزاء اللي أنا عملتها كده. أنا بعد ما خلصت هجيب بقى أستيك وهقفله على المكنة بالشكل ده، هقفل الحرفين بتوعه كويس جدا على المكنة، وآدي كده الشكل معايا اهو. أنا جيت على الحرف ده تانيته تانية الأول، وبعد كده هحط الاستيك وهتني تانية كمان، بس طبعا انا مش هتني على الاستيك، انا هتني هحط الاستيك من جوه وهتني بعد منه، يعني بعد الاستيك انا بحط دبوس. اثبت كده الاول اول حتة كده اهو. ياريت اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يشوفوا كل جديد. وبعدين اهو مشيت بقى بالمكنة، باخد حتة حتة كده واشد معايا الاستك، افرد القماش الحرف ده واشد الاستك، وبعد كده امشي بالمكنة. سهلة جدا وبسيطة، وهيبقى شكلها حلو عندك في البيت بالنسبة للمروحة، وتقدري تعمليها.
لو مش عندك مكنة تقدري ان انت تعملي الكلام ده، الخياطات دي كلها بالسراج العادية، تكون ضيقة وهتبقى متينة معاكي وكل حاجة. هشد القماش وهشد الاستك زي ما انتم شايفين، وهدخله جوه كده وهتني الحرف وهمشي بالمكنة. اخلص كل الكلام ده، داير ما يدور لغاية ما اقفل الحروف كلها. بعد ما خلصت انا جبت القماش الجوخ وهقطع منه كده اللي هي شكل العيون، يعني قطعت واحدة وهقطع التانية اهي شكل الجفن يعني، طبعا عشان عاملة الشاجي لونه بني. قطعة القماش معايا لونها بيش كده غامق شوية، ادي كده هو شكل الجفون. وهجيب الشريط الشراشيب ده وهبدأ ان انا ألزقه من تحت كده كأنها رموش باللون الذهبي. اللي لسه ما عملش لايك للفيديو ينزل دلوقتي يعمل لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يلا نشترك في القناة علشان في افكار حلوة كتير ان شاء الله. ادي كده بعد ما انا خلصت الجفون هثبتها بالشمع في المكان ده كده. ادي كده اهو بعد ما انا خلصت القماش نفسه اهو شايفين الاستك اهو من ورا، الاستك من ورا، وكده بقى عندي الكفر جاهز للمروحة. دايرة من قدام اهي والاستك مقفول عليها من ورا. كان عندي حتة الشريط دي اللي فيها زي خرز كده، وثبتها برضو من الناحية دي حطيتها بالشمع، وهاخدها على الناحية التانية كده زي ما انتم شايفين هثبتها برضو بالشمع من الناحية دي اللي انا حاطاها ماسكاها بيها، وهتبقى عندي بالمنظر ده. وبعد ما خلصتها اهي حطيت برضو استرس اللي هو اللولي الابيض ده، حطيت كده داير ما يدور من تحت، وده كده بقى شكل كفر المروحه.